يلقى الماكلة ويولي يأكل. وهذا أمر مرفوض مرفوض مرفوض. محرز راه لاعب من بين نجوم العالم كان يكلاسي بين العشرة الأوائل في الكرة الذهبية، ما جاكش محرز من حتى تركيبة من الهلال كفريق. يعني التركيبة تاعهم ماهيش في مستوى مثلا الهلال ولا الأهلي، مستوى الهلال ولا الاتحاد. لا فاتو كان لو كان سجلوا غير نصف التمريرات الحاسية، التمريرات اللي كان يعطي لهم وكانوا يضيعوهم سان ماكسيمال مع فيرمينو، كان يخرج على الأقل بواحد العشرين تمريرة حاسمة. ماذا محرز إذا أنت جبت عواجيز ما يقدروا يمدوا حتى إضافة؟ بقى محرز ما جاكش بهذيك هذيك العباء الحمراء هذيك ومكتوب آس هذيك سوبر سوبر محرز، مو سوبر مان محرز. محرز لاعب كرة قدم صحيح لاعب سوبر، بصح لازم تعطي له تدعيمات يلعب يمد لك الإضافة. ماشي اشاك فوا ما يلعبش الفريق تاعو مليح لازم تحصل غير فيه محرز. هذه اللي حبيت نقولها. شكرا جزيلا لك أمير. في حدود اللباقه تنتقدوا، من حقك تنتقدوا، قلت لك لانه راه خالص وراه يلعب عندك في الفريق تاعك، صح باش تتجاوز مع الحدود لا. نعم، يوسف بلايلي يساهم بهاتريك وتمريره حاسمه في فوز الترجي وتاهله الى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. نشاهد معكم الصور. أهداف لا يسجلها إلا البلايلي كما ينادونه في تونس، دائما يزيدوا الألف واللام للأسماء الجزائرية. يوسف البلايلي يعني من الناحية الرياضية والفنية نقولها بالفم المليان يستحق تواجد مع المنتخب الوطني الجزائري. هل سيكون حاضرا في تربص أكتوبر؟ الإجابة موجودة فقط عند بيتكوفيتش الذي برر في وقت سابق عدم استدعاء بلايلي للمنتخب بأسباب انضباطية. هل اختفت هذه الأسباب الانضباطية الآن؟ هل صار يوسف جاهزا للعودة إلى منصبه في الجهة اليسرى من المنتخب الوطني؟ هذا ما سنكتشفه شهر أكتوبر القادم. محمد مردود مماثل يخفي كل الأشياء الصغيرة. نعرف جيدا أنه لما تكون الخسارة ولما يكون المنتخب، سواء يوسف بلايلي لما كان في مديرية الجزائر، مثله مثل الذي نشاهده في معقله ترجي التونسي. نعي جيدا أن الأنصار يحبونه كثيرا، متوج معهم بالعديد من الألقاب. On peut dire en français c'est la coqueluche تاع الأنصار هناك في تونس. هاو اللاعب يوسف بالليلي لما يجد الظروف مواتية، كان له ضغط رهيب هنا في الجزائر، وليس على يوسف بالليلي فقط ولكن على مريدية الجزائر باعتبارها أيضا فريق عريق هنا في الجزائر. يوسف بالليلي نقولوا احنا الخساره تجي مع ألف خساره اخرى. يوسف بالليلي راه نجاح وراه نجاح، سواء دخل مستطيل الاخضر هنا في الجزائر او خارج الجزائر. يوسف بالليلي الان احسن ممثل للكره الجزائريه في الوقت الراهن. يوسف بالليلي بعد رياض محرز يعتبر قطعه اساسيه في المنتخب الوطني في الخمس سنوات الفارطه. ما رايك في تبريرات بيتكوفيتش؟ تبقى امور سطحيه بالنسبه لي كمحلل، انا احلل بما ارى محمد. نعم. لو تكون لي جلسه ربما مع المدرب الوطني حتكون يجب على الناس اللي شافت يوسف بلايلي من 2019 الى 2024 وما قدمه سواء للانديه التي لعب لها او لمنتخب الوطني. تبقى لا يمكن ان نتكلم على كل هذه الاشياء ولا نتكلم على طريقه تفكير اللاعب. في كل مره كانت لي فرصه تكلمت معه في كم من مره محمد خويا، وكان هناك لاعبين سواء لما كنت لعب مع اتحاد العاصمه في كاس افريقيا كنت على تواصل معي دائم. نعم. على خاصيه الفايبر وكنت نعطي له بعض النصائح ونفهم فيه ولكن يبقى يوسف بالليلي عقليته تقول لي انا خرج المستطيل الاخضر له عقليه. هنا في الجزائر او راح لتونس ويسجل اهداف مارادونيه محمد. حتى في الجزائر كان يسجل اهداف. شوف كشخصيه تقدر تقول عليه اي شيء، ولكن كلاعب كره قدم ما تقدرش. عنده اجماع باللي لاعب موهبه خارقة للعادة. شوف حتى أنه خارج من موسم نهاية موسم تاع مشاكل، مخرج خروج سالس من مولودية الجزائر، وكانوا أكشف كان شد أخذوا رد وكان يريح بعد لا ورايح بعد. هل تتوقع عودته إلى المنتخب؟ أنا أتوقع أنه يعاود يولي محمد. لماذا؟ لأنه بيتكوفيتش مدرب براغماتي نفعي صحيح، وعنده بالرحمة ما روش يقدم في الجناح الأيسر وما عندوش بديل. والمدرب اللي استبعد شايبي لنفس الأسباب، لأسباب انضباطية ولو بدرجات أقل ماشي كما يوسف بالليلي، وعاود ردوا شايبي اللي رفض ما حبش يعاود يولي، وأنا أصر باللي ما حبش يجي كيطلب باش يخلف بوداوي. هذا المدرب اللي عاود رد شايبي يعاود يرد بالليلي، وبهذا الأداء محمد لازم تعاود تردوا، ما تقدرش تعاود تردوا. على الأقل سامحني، على الأقل
تعاود تردوا المنتخب تعطي له زوج فرص ثلاث فرص يا خويا. اذا كان ما قدمش مع المنتخب قال هذا راه مليح مع النادي مع المنتخب ماهوش مليح ما نزيدش نعيط. نعم انا قلت لك قبلها في عندما تحدثنا عن مستوى رياض محرز مع الاهلي قلت لك انه الاهلي ماحش يعاود يشوف محرز تاع المواسم الماضيه، وكان مع بالليلي وكانه يدير ليكسيبسيون في كل مره مثلا عاد الى الترجي. وفي كره القدم انت تعلم بانه العوده الى ناديك السابق تكون في بعض الاحيان صعبه، ولكن بالليلي عاد ويقدم في مستويات خرافيه صراحه. هو لاعب خرافي ويبقى احد افضل اللاعبين. نعم الجماهير التونسيه تاع الترجي وكما قلت انت يموتوا عليه، مولي من موسم صعب يعني عاش ضغوطات كبيره الموسم الماضي خاصه مع نهايه الموسم. نعم ولكن يسير الضغوطات بشكل يعني رائع. وانا لن اخفيكم سرا بان المعلومات التي بحوزتي تقول بان الناخب الوطني بيتكوفيت سيستدعي يوسف بليلي في تربص شهر. يعاود يعيط له محمد يسحق المعلومات التي بحوزته يسحقه يسحقه محمد. الانسان انا شفنا تجربه رياض محرز مع بيتكوفيتش، انسان كلما توسع فكره الكروي داخل المستطيل الاخضر كمدرب بيتكوفيتش له تاريخ كروي لا باس به. نعم. نقص جدله. انا اتكلم محمد امين قال لك مدرب براغماتي نفعي. لو لم يستدعى يوسف بالليلي لن يستدعى مثلا في 5 أكتوبر، سوف يدخل في مجادلة مع رأي الشعب، وإحنا نعرف جيدا أن يوسف بالليلي الشعب هنا في الجزائر يحبه. نعم. مطلب جماهيري كلاعب، مطلب جماهيري، ساهم بشدة وبدرجة كبيرة في فوز كأس إفريقيا، ساهم بشدة أيضا في كأس العالم. العودة إلى المنتخب الوطني في الوقت الحالي حق ليوسف بالليلي. نعم. لاعب يبدع يسجل، لم نسمع بأي مشاكل انضباطية يثيرها في تونس، لم نسمع بأي مشاكل يثيرها مع الحكام، لأنه حسب ما وصل إلى مسامعي المدرب بيتكوفيتش لما تحدث عن مشاكل انضباطية يعاني منها يوسف بليلي كان يقصد مناوشته مع الحكام في الدوري. كان هناك إجماع هنا في الجزائر، كان هناك إجماع في الجزائر أنه يوسف بليلي ارتكب بعض الأخطاء التي لم يكن ليرتكبها ودخوله في مناوشات مع الحكام وقلناها في هذا البلاطو. أعتقد بأن هذه التصرفات الآن اختفت، وعندما تختفي هذه التصرفات يختفي سبب عدم استدعاء بليلي، وأعتقد بأنه سيكون حاضرا. والمعلومات التي بحوزتي أقول وأؤكد وأكرر بأن يوسف بليلي سيكون حاضرا في تربص شهر أكتوبر. شأنه شأن إبراهيم مازا الذي غير جنسيته الرياضية بشكل في جملتين. محمد اسمح لي محمد زمي في جملتين فقط، أنه بدون رأي الشعب محمد لا شيء ينجح كروي هنا في الجزائر. يوسف بالليلي تكلمنا في كل من المرات يبقى أنه لاعب المدلل رقم واحد هنا في الجزائر. حتى رياض محرز لما كان في أوج العطاء وكل الشعب الجزائري كان أحسن لاعب في البطولات الأوروبية يكبر على يوسف بالليلي تاريخيا. لعب في مانشستر سيتي، لعب في يوسف بالليلي كاليتي أنتراساك كان حاسم أكثر منه لا كان حاسم في كأس إفريقيا، ولكن لا لما تكون تلعب في بطولات كبرى مثل ما لعب رياض محرز لا يوجد مقارنة، ولكن كاليتي أنتراساك يوسف بالليلي لا يقل شأنا في المنتخب الوطني على رياض محرز. يبقى نقطة واحدة يجب عليه أن يشتغل عليها، ولو لحقوا هذه الرسالة اللي يجب أن يشتغل. يوسف بالليلي لاعب مدلل ونحن نعرف جيدا، حتى الشعب الجزائري لاعب دلله كثيرا، وفي كل من مره الشعب الجزائري اللي امبريفيزيبل مثل ما نقول احنا بالعاميه يدور عليه في كل من مره. نعم. لما يكون هناك تصرفات خارج عن النطاق الكروي مثل ما فعل مع الحكمه هنا في الجزائر في بقميص مولوديه الجزائر صعب انك تمر مرور الكرام. نعم. فلهذا انا اقول من هذا المنبر قناه الهداف انه المنتخب الوطني بحاجه الى يوسف، ويوسف بحاجه الى المنتخب الوطني. نعم.